مرحباً فير، أنا بالحقيقة اليوم نزلت على السوق وجبت لك هالبدلة السوداء للحفلة وبدي إياك تلبسها. راشي، أنت هلأ معنك بخير، يعني بظن ما فيك تروحي على الحفلة، وإذا أنت ما رحتي شو بدي روح ساوي لحالي؟ ما رح تروح لوحدك رانفير، شو نسيت رانو؟ يعني هي رح تروح معك؟ أنت شو عم تقولي راشي؟ أنا كيف بدي روح مع رانو يعني؟ اسمعي، أنت بتكوني مرتي وأنا... وأنت اليوم بدك تروح مع رانو على الحفلة؟ يا رانفير، رانو بتكون مرتك كمان، وأنت مطلوب منك أنك تفكر فيها، ولازم تعرف أنك هلأ مسؤول عنها. رانفير، رانو شاطرة كتير بمجال الأعمال، وهي كتير رح تساعدك، صدقني انت كتير رح تنبسط اذا رحت معه. بس يا راشي. بكفي رانفير، ما تحكي شي بالمرة، كمان انا بدي منك تحاكيني اذا كان بدك تتغدى بالبيت او بالمكتب، وانا هلأ بدي روح لعند رانو وشوف شو مجهزة للحفلة. هذا انت؟ شو الموضوع؟ ليش عم تطلع فيني؟ لأنك باينة بالطير العقلباني، يعني أنا ما شفتك من قبل بهالجمال هاد. تعرفي ليش؟ لأنك هلأ حامل بابننا، وهالشي هلأ صار يبين. يا ربي دخيلك سيد جايوالي، الهوى كتير قوي. أنت لا تخافي، أنا جنبك، لا تخافي. إيه؟ ألو باني، أنا هلأ عرفت شي بخصوص الحادث، لازم تجي على المكتب فورا، ومن هنيك بدنا نروح على المخبر. ماشي، باي. باني إذا جاهزة نمشي؟ هلأ أنت سبقني وأنا بالحق. طيب ليش يعني؟ ليش لحتى أروح لحالي؟ خلينا نروح سوا على الحفلة. لو سمحت أنا بروح بعدين، أنت سبقني. أوكي، مثل ما بدك، بس لا تتأخري، راح استناك.